اوكي يا شباب، بما اننا طبعا داخلين على شهر 5 فعندنا روتين شهري ثانوي بيتعمل كل 6 شهور لسنه كده، ان احنا ايه هنجهز عربيه عشان شهر 5 افراح زفات كده. يعني اللي عايز اي حاجه يكلمني يبعت لي لو عندك زفه او حاجه. عندنا روتين العفشه يا شباب من كل 6 شهور لسنه، انا بعمله من كل 6 شهور. ايه ده؟ مش عارف ايه ده. بنعمل الروتين ده من 6 شهور لسنه كده عشان انا سمعت امبارح على المطب تك وانا نازل، فمحتاجين نلحق التك دي بدل ما تبقى تك التك. طبعا استاذ سيد البنهاوي الاختيار رقم 1. طلعت عليه بقى ابتدوا يبصوا على الحدين اللي تحت، ايه الحاجات اللي محتاجه تتظبط او حاجه بتفكر انها تبوظ محتاجه تتظبط. وادي اهو معانا اول خازوق، دي كانت جلبه المقص. الحته اللي في اليمين دي المفروض ان هي تكون فاضيه، الشرخ الصغير خالص اللي على الشمال ده هو اللي كان عامل تكتكه في المطب اللي هو الصغير اللي تحت ده. ومعانا تاني خازوق وكاوتش بار الدركسيون الناحيه الشمال برده، مش فاهم ليه. احنا مبدئيا كده عندنا الجلبه اللي انا وريتها لكم اللي فيها قطع صغير دي، بتعمل ما بتلبسش في الزرنيه بيلبسش في الاورنيه فبتقعد تلق. و هتروح تخلص في 1000 مش هينفع الكلام ده. فاول حاجه الجلبه، تاني حاجه كاوتشه علبه الدركسيون، مش عارف هنفتح ونشوف فيه ايه تاني. يلا ده منظر لما سمعتهم بيتكلموا على علبه الدركسيون مبوسه في الجناب كمان. تقصد ايه يعني يا معلم؟ يعني العلبه تايكانه خالص. تايكانه يا معلم، انت عايز تغير علبه العلبه؟ خد كلامي كله سقه شاورمي. مبروك، تمت الوسوسه والحسوكه بنجاح ولبست العلبه. بس عامه انا فاهمكم ليه، يعني عشان انا مش عايز انزل حرفين كتير واحتراما لجزال، ويعني وانا سايب الصوره دي ليه. ابتدينا بقى عشان نقلع الكلام عشان نلبس العلبه في الحمام. تعالى يلا عبيط انت، يلا خد تعال 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 متخلف. هنا بقى باشا اللص سايب بنفسه كان بيجهز علبه الدركسيون، وهنا بصوا العلبه عشان تعرفوا ان انا قراراتي دايما صح ما شاء الله. كان مش بيحط لها زيت، كان بيحط لها كحول. احساسك ايه وانت بتلبس في علبه الدركسيون؟ قولوا لي قولوا لي احساسك وانت جايين تعملوا حاجه بسيطه خالص وتلبسوا في حاجه تانية خالص. كوسان طيبين. وهنا بقى باشا فرجني على جلب الجديده يا باشا عشان نلبس نقر بلدنا باستمتاع. بعد كده بقى هنا ابتدينا نزفلط المسائل وبننظف بعض الزفلطه. موضوع علبة الدركسيون ده اصلا انا كنت عايز اعمله من بدري، بس انا يعني الله شايفين ايديا عشان الريسبونس بتاع العربيه مش قوي في كده، فهنغيرها ونشوف. لان انا يا معلش انا سمعت ان الاي 36 عامه في الريسبونس بتاع الهاندلنج مش وحشه بس مش حلوه قوي، فهنشوف هنشوف. كل سنه وانتم طيبين تاني. بس وركبناه وهننزل حالا على الوضع ده. بصوا السيد قاعد بي ايه، ها قاعد بتشوف هتخزوقني ازاي. انت عيب الكلام ده، الشكل ده ممكن يدين وفينا قطع الورق. قطعها؟ لا حاسك عمال ايه، عمال تكتب وبتطلع افكارك واحلامك وكل. ايوه عيب، ما تقولش الكلام ده. استنى بس الكلمه دي عيب، لان انا معروف ان انا ما بخزوقش حد. الموضوع تعبير يا نجم. خلصنا العفشه وركبنا البارات القصه دي، دلوقتي بقى عندنا ضبط الزوايا والترسيس والحركات. نراجع الفاتوره عشان دي اخره اللي يمشي يا جدعان في ال 90. علبه دركسيون بارات كاوتش مزبكيه علبه صباع ميزان جلبه ام حبيبي ايكوالز 9000 بلبل. منظر الفاتوره بتاعت العفشه يخوف شويه، مش عارف الصراحه. اما لو كنت استني ايه ده تمام، دي حرفيين، دي حاجات حرفيين. اوكي ما علينا. مش عارف لو كنت استنيت شويه كمان، يعني ما سمعت تك دفعنا 9000 جنيه 10000 جنيه، ما لو كنا سمعنا تك التك. المهم رصصنا وظبطنا زوايا، والان مع الفيدباك. اوكي فيدباك بقى على اليوم القاتل وعلى شغل العفشه. طبعا رحت حلقت واستحميت وبقيت بني ادم. عفشه يا جماعه عايز اقول لكم ان كان في حاجات صغيره قوي، اللي هي الجلبه مثلا كان في حته صغيره زي ما وريتكم، ومش عارف كان في بيضه اللي هو كده عايز تتغير، بتفكر اللي هو بتفكر انها تبقى تتغير. انا سمعت امبارح وانا نازل مع مطب بتكه، فروحت اعمل حاجات بسيطه قوي، وبجد اللي هو انا بعد ما خرجت لا حاسس بفرق، اللي هو الحاجات الصغيره دي في العفشه بالذات بجد بتفرق. يعني على طول اللي هو مطبات هوا بتحس عليها ماسكه نفسها، مطبات صغيره خالص تحس عليها ماسكه نفسها، مع ان انت ما كنتش بتسمع صوت قبل كده بس تحس في فرق. اللي كانت عادي عادي ممكن ناس كتير تمشي بيها وعادي يعني، بس الحاجات البسيطه دي بجد بتفرق. عشته يعني يوم كامل مع لايف اوف ان افريج بيمر. اصحى تروح حرفيين، وبعد كده لو ما فطرتش اهو عايز افطر، انا لسه بجد لحد دلوقتي ما فطرتش. المغرب اذنت انا شربت ميه وبلح بلح. نختم بقى اليوم الجميل مع شباب كايرو رايدرز. Yo, Metro.